سلام. اليوم جينا نحكو على حاجة اللي خافوا منها بزاف الناس كي تجي لدبي، يقولك أنا ما نعرفش أنا كي دير، وبزاف سواله. اليوم موضوعنا هو التنقل في دبي وكي دير توصل للبلاصة اللي راك جايها وبأقل التكاليف. وبالنسبة للناس اللي ما تعرفنيش، أنا نصر فلوغ يوتيوبر عايش في دبي، أفو كنت نجيها غي سياحة وعجبتني ودرك راني عايش فيها. كما على بالكم دبي كبيره بزاف ويجوها من كاع العالم، وكاع الناس تسحق الترونسبور باش يروحوا للديستيناسيون اللي راهم جايين عليها. اما لا كاين بزاف الناس وبزاف اسئله يسقسوني، يا نصرو كي ندير نروح لهذيك البلاصه وكاع. على هذه اليوم درنا هذا الفيديو باش نفهموا الناس طريقه التنقل هنايا في دبي، وغادي نشرحوا لكم ونفهموكم. غادي تشوفوا معنا كاع وسائل التنقل اللي كاينه هنايا في دبي، وهكا غادي تعرفوا حتى الاسعار تاعها الرخيصه والغاليه وكاع اش تقدروا ديروا. كما على بالكم هذا الموضوع بزاف حساس، حتى وصلوا الناس يقول لك باللي راني حاصل في المطار، ما غادي تحصل ما والو، هذه ماشي حاجه كبيره. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كلش، وغادي نفهمكم كاع شا كاين وشا ما كانش على التنقل هنايا في دبي. راكم واجدين؟ اي دبي واحدة من أسرع المدن تطورا في العالم، ومن أكثر المدن اللي تجيب السياح بزاف، وعلى بيها كان لازم تطور مجال المواصلات باش يتنقلوا بأريحية سواء كانوا السياح المقيمين أو المواطنين. ودروك غادي نبدو هدرتنا على المواصلات العامة هنايا في دبي، باش يكون على بالكم باللي هنايا في دبي جميع المواصلات العامة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات RTA. غادي كي تجي دبي تشوفها بزاف RTA، تشوفها في المترو في البيس في لي تاكسي، وتعرف هي وسيلة التنقل الوحيدة هنايا في دبي أبار أوبر ولا لوكاسيون دو فواتور. دروك سي بون راكم عرفتوا شاي RTA، نروحو لحاجة واحدة أخرى. كي تبغي تتنقل هنايا في دبي عندك بزاف لو شوا، عندك المترو، عندك تاكسي، عندك البيس، وعندك حتى النقل البحري. خلونا نبدو دروك بالمترو، هذا هو اللي بزاف الناس تحوس عليه وتبغي تفهم كي دير تتنقل فيه وكاع. المترو في دبي يتقسم الى خطين، الاحمر والاخضر، واللي يتلاقوا في زوج تاع لي ستاسيون برجمان والاتحاد. وين تكون راكب في الاحمر تقد تدي الاخضر، وتكون راكب في الاخضر تدي الاحمر. هادو هما زوج تاع لي ستاسيون اللي يتلاقى فيهم المترو هنايا في دبي. المترو هو اسرع وسائل تنقل هنايا في دبي، هو اللي رخيص وهو اللي يستعملوه بزاف الناس. المترو هنايا في دبي يوصل كل 4 دقائق 3 دقائق، وكيكونوا بزاف ناس يزيدوا لي مترو ويولي يجي كل دقيقه ولا كل زوج دقائق. المترو عنده أوقات عمل وأوقات يتوقف فيها، في الأيام العادية من 6 تاع الصباح لل 11 تاع الليل، وفي الويكاند عندك من 6 تاع الصباح حتى ل 1 تاع الليل. المترو يفوت على معظم الأماكن هنايا في دبي، يبدأ من المطار حتى الإكسبو، بصح ما يفوتش على كاع البلايص. دي فوا خاصك تدي المترو وأبري موراه تدي بوس ولا تاكسي ولا ترام باش يوصلك للبلاصة اللي راك رايح لها نتايا. على بالي شجا في راسك دروك طريقة الدفع اللي مازال ما هدرناش عليها، خلونا نكملوا مع وسائل التنقل هنايا وبعدها نوريكم طريقة الدفع وكي غادي ديروا تخلصوا وكاع. ودروك نروحوا نهضروا على حاجة واحدة أخرى واللي هي لي تاكسي. لي تاكسي هنايا في دبي نقيم بزاف وكاع كليماتيزي، والثاني ما غاديش تدي وقت باش تلقى تاكسي، ما غاديش تقعد تقارع ولا لا، لي تاكسي متوفرين بالبزاف هنايا في دبي ويوصلك ثاني وين تبغي. اما لا تاكسي خيار ثاني مليح، ولا بليبار لي سوغو تاكسي تلقاهم من باكستان ولا هنودا، والمعامله تاعهم بزاف مليحه، ومام يعاونك اون كتكون رافد حاجه ثقيله هو اللي يطلعها للتاكسي وهو اللي هودها من التاكسي، هذه حاجه مليحه. ودروك نروحوا نهضروا على انواع لي تاكسي. المهم كاين تاكسي نورمال وكاين تاكسي تاع 7 بلاص، اون كتكونوا فامي ولا غادي تدو تاكسي ديريكتومون تاع 7 بلاص. وكاين ثاني لي تاكسي اللي تشوفوهم فيهم الغوز هكا البلافون تاعهم غوز، هادوك مخصصين للنساء. اما انت راجل ولا اذا غادي تريش له ما غاديش يحبس لك، هادوك ديجا تسوقهم مرا ومخصصين للنساء. وكاين لي تاكسي الفير اللي غادي لو كان تريش لها ما غاديش تحبس لك، لا هادوك سبيسيالمون اللي يكون معيط لهم يروحوا، مام دي فوا يحبس لك يقول لك خاصك زعما تعيط، راك فاهم، الفوت زعما كاين ابل. اما انت ما تنرفاش ولا ديجا هنايا في دبي ما غاديش تدي وقت باش تدي تاكسي، هما يحوسوا عليك ماشي ما با انت تحوس، يعني تكون تتمشى طيط طيط تطلع ولا لا، راك فاهمين. نزيدو نروحو لحاجه واحده اخرى. وبالنسبه للاسعار تاع الطاكسي غاليه شويه، بصح على حساب لا ديستونس، اذا كنت من داونتاون جاي للمارينا باينه باللي غادي تجيك غاليه، اذا كنت وحدك بصح، اذا كنت فامي
انا ننصحك ادي تاكسي وهني راسك. ودروك نروحو نهضروا الحاجه واحده اخرى واللي هي لي بوس. البيس هنا في دبي كما تاكسيات كما قلت لكم مقاوة كليماتيزي كل شيء بيان وإمام كي تكون تقارع فيه على بالكم بلي دبي الحمان وكاع أمالا لستاسيون كليماتيزي غادي تدخل وتريح وكاين الإيكرون مأفيشي لك الأوقات اللي يجي فيهم البيس. وقعدوا معنا في هذا الفيديو غادي نعطيكم دي زابليكاسيون اللي عاونوكم بزاف هنايا في التنقل في دبي هما اللي غادي يوروكم باريكزوم تراك رايح من بلاصه لبلاصه هو يعطيك مير زعما حاجه تديها اسكو تدي مترو اسكو تدي تاكسي اسكو تدي بوس سي بون هادو يعاونوكم بالبزاف لا بغا تكون مقيم ولا كسائح غادي تستحق هاد لي زابليكاسيون. ودروك نروحو نهضروا على النقل البحري اللي انا بالنسبه ليا تجربه ترفيهيه كي شغل انا ما جاتنيش هكا زعما نكون في المارينا باين نطلع للديره نروح في هذاك النقل البحري وكا ويضرب بيا هكا ونشوف اطلانتيس وكا تجيني كشغل تهويسه ما على باليش. نتوما اذا بغيتو تسيوها الا جيتو سياح ولا غادي تكون اكتيفيتي بزاف شابه باسكو هكا غادي تسيي النقل البحري كي داير وكا. ودروك نروحو لطريقه الدفع في كاع الوسائل هادو اللي هضرنا فيهم كي دير تخلص وكا. المهم هنايا في دبي كاين بطاقه نول هذه اللي كنت تشوفوا فيها تشريها ب 25 درهم تلقى فيها 19 درهم باش تيوتيليزيها وكاع والباقي حق البطاقه هذه هي. المهم بطاقه نول هذه اللي راكم تشوفوا فيها تتمشى بها في كاع الوسائل اللي هضرنا عليهم في هذا الفيديو. بالنسبه للمترو بوس والترام هذه اوبليغاتوار خاص يكون عندك هذه باش تيوتيليزي مترو ترام والبوس. وبالنسبه للتاكسي تقد تخلص بها وتقد يشد عليك دراهم امام لكن عندك كارت بونكار ولا تاني يخلص بها. ودروك نروحو نهضروا على كيديرو يخلصوا عليك بلا كارت هما باينه يخلصوا عليك على حساب لا ديستونس كاين 3 درهم كاين 5 درهم المهم يخلصوا عليك على حساب لا ديستونس. وانا باش ننبهكم على حاجه نتايا اذا اوتيليزيت المترو وموراها الترام اما الترام ما غاديش يحسبوا لك ال 3 درهم هذيك. ومام اذا انت اذا اوتيليزيت الترام وموراها المترو ثاني الترام ما غاديش يتحسب هذه غير بغيت ننبهكم هكا عليها ديرها نتايا في راسك. وما تنساش تفاليدي باسكو حاجه اوبليغاتوار سيرتو في الترام باسكو المترو باينه بلي غادي تفاليدي وكاع ما عندكش كيفاه بصح الترام خاصك تتفكر باش تفاليدي. ودروك نهضروا لكم على الاسعار تاعها. بالنسبه للمترو من المطار حتى الاكسبو 7.5 درهم بالنسبه للبيس تقريبا غير كيفه والتاكسي تبدا ب 5 درهم وفي الليل تتغير الاسعار من 8 ل 10 حتى ل 12. ودروك نولوا البطاقة نول اللي فيها انواع الذهبيه الفضيه والتذكره لرحله واحده. وانت اذا بغيت تعرف المميزات والفرق ما بيناتهم روح الموقع RTI وغادي تزيد تفهم اكثر واكثر. ودروك نهضروا على البطاقه الفضيه اللي تعمرها اشاك فوا كل ما تكمل غادي تروح تعمرها في المراكز بيان سور هكا في لي ستاسيون كاع راه كاين البيرو تما تروح تعمرها ولا تقد تعمرها وحدك اذا كان عندك نتايا بطاقه بنكيه ولا غادي تعمرها وحدك. وانت اذا على بالك باللي تيوتيليزي بزاف الترونسبور وكاع اما لا كاين عذر شهر في الفضيه 350 درهم حتى 380 درهم هكا تيوتيليزيها ايليميتي بوس ترام ومترو اما لا غادي تركب كيما تبغي كاع الشهر هكا بالك تخرج لك خير من اللي كل يوم تبدا تخلص وتعمرها اشاك فوا وكاع. ودروك خاصنا نروحو نهضرو على لي زابليكاسيون لي خاص يكون على بالك بهم باسكو هما اللي غادي يسهلوا لك التنقل هنايا في دبي ويوريك الاوقات والطرق المختلفه وكاع وكاع شا تقدر تيوتيليزي في هذاك التوقيت. ودروك نبدو بالتطبيق الاول اللي هو تطبيق وجهتي المعتمد من RTA يوريك التوقيت يعطيك شا تقدر تيوتيليزي بوس مترو ولا ترام ويعطيك حتى التكلفه من ديستونس لديستونس شحال غادي تجيك. ودروك نروحو للتطبيق الثاني واللي هو تطبيق RTA اللي يدعم بطاقة نول عبر الانترنت تقد منه تعمر بطاقة نول تقد ثاني تشوف وين اوتيليزيتها وكاع وين رحت كاع البلايص وكاع وتقد تشوف حتى شحال باقي لك فيها. المهم اي حاجة التابعة للبطاقة تقد تعرفها. امام كي تيوتيليزي RTA ابليكاسيون منها تعمر بطاقة نول ولا غادي تربح دي بوان فير يقولو لهم دي بوان فير واللي يولوا لك مكافآت وهدايا وحتى هذا التطبيق يجوك لي نوتيفيكاسيون زعما تاع اونكا كملت لك لاكارت ولا غادي توصلك نوتيفيكاسيون باللي كملت لك الكارت. ودروك نروحوا للابليكاسيون الثالثه واللي هي اوبر اللي تخدم كيما كاع لو موند تخدم نورمال ما غاديش تقارع الطاكسي غادي تعيط الكاش لوطو ولا اللي تكون تما حداك وكاع. المهم وكاين ثاني كريم اللي هي تخدم خدمه غير كيما تاع اوبر وهي الاولى في الشرق الاوسط يوتيليزوها بزاف وكاع. وكاين تطبيق واحد اخر واللي هو سهيل
السهل هذا يجمع اوبر وكريم في تطبيق واحد، الناس اللي هتخدم في اوبر والناس اللي هتخدم في هذا كريم غادي تلقاهم كاع في هذا التطبيق الواحد اللي يجمعهم اللي هو السهيل اللي في ثاني فواتير دو لوكاسيون كاع. وبالنسبه للغه يدعموا اللغه العربيه والانجليزيه، اما لا ما غاديش تتلف لك ولا. وكما شفتوا في هذا الفيديو رانا عرفنا كي نديروا نتنقلوا هنايا في دبي، عرفنا كاع الوسائل اللي كاينين وش نقدروا نوتيليزو، الحاجه المليحه والحاجه اللي مش مليحه كلشي هضرنا عليه، وهذا علاه درنا هذه الفقره ارواح تفهمها رانا نستافدوا منها وكاع. زيدوا تبعوا لي فيديوز جايين تاعنا باسكو غادي يكونوا فيهم هكا صوالح بزاف بزاف شابين. انت اذا ماكش ابوني ضروك ابوني ودينا كومونتير غير شكرنا فيه ولا اي حاجه. اذا على بالك باللي كاين صاحبك ولا اي واحد انتريسي هنايا بدبي ولا ارسل له هذا الفيديو هكا يعرف كي يدير يتنقل هنايا في دبي. هنايا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، جيسبر تكونوا استمتعتوا وعرفتوا واستفديتوا كاع. نتلاقوا في فيديو جديد، سلام.